قبرص، ومعانا اتصال هاتفي من محسن سميكة، صحفي متخصص في شؤون رئاسة الجمهورية. أستاذ محسن، صباح الورد. صباح الورد معها، وصباح الفل على كل المشاهدين وكل الكرام. زيارة مهمة زي دي واجتماع ثلاثي اليوم مهم زي ده، دلالة استمرار عقد القمم الثلاثية على مدار السنوات بتكون إيه؟ بتكون مهمة جدا طبعا، زي ما استعرضت وقلتي الفوائد الاقتصادية والسياسية والفوائد الممتدة بشكل أبعد من ده. يمكن عايز أقول لك في تصريحين مهمين على هامش القمة بالنسبة لجانب القبرص مش للجانب المصري. أولهم كان قبل الزيارة من يومين تصريح الرئيس القبرصي لما قال إن العلاقات بين مصر وقبرص واليونان كانت تعاون تقوم بتحالف أو أصبحت بالفعل تحالف. هذا التصريح لفت نظر دوائر أوروبية كثيرة ومتعددة، وبالأخص طبعا وسائل الإعلام. عايز أقول لك إن بالأمس في المؤتمر الصحفي في الفترة الرئيس القبرصي بين الرئيس سيسي ونظيره لكل الأساسيات كان في وسائل إعلام أوروبية كثير جدا، وجانب منها طبعا قبرصي بحكم إنه بيغطي الزيارة، بس لفت نظرنا كم هائل من وسائل الاعلام الاوروبيه كان موجود. نظرا لهذا التصريح ورد دلالات كثيره ورسائل كثيره ومتعدده، كونه تحالف يعني بعيدا عن قصه العلاقات التجاريه والاقتصاديه بين مصر وقبرص واليونان، لكن قضيه التحالف بيعظم اكثر واكثر من دوره السياسي ورسائله السياسيه. التصريح الثاني اللي تزامن مع هذا التصريح، الرئيس القبرصي قال ان قد يتسع هذا التحالف خلال المرحله المقبله ليشمل رباعي او خماسي. بنتكلم على خريطة جديدة في شرق المتوسط، بنتكلم على علاقة كانت زي ما بنقول يعني استفادة للجانبين سواء مصر القبرصي أو مصر اليوناني أو حتى استفادة ثلاثية فيما يخص التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط، نتج عنه نتيجة تقسيم الحدود البحرية في المياه الإقليمية المصرية مع قبرص، واحد من أكبر الحقول على مستوى الشرق الأوسط من خلال شركة إيني الإيطالية العملاقة المعروفة، صحيح، واللي هيبدأ ضخها إن شاء الله نهاية الشهر الحالي بداية الشهر المقبل. بنتكلم على تحول بشكل واضح من الاستفادة الاقتصادية في حرب إلى استفادة سياسية. خلينا نلفت نظر كمان لحاجة أنت قلتيها في مقدمتك، ما يتعلق بالجانب التركي والاحتلال التركي للجزيرة القبرصية والمناطق القبرصية بما فيها مطار الأساسي بتاع العاصمة مطار نيقوسيا اللي مغلق، صحيح، وكل حركة الطيران شغالة على مطار لارناكا في قبرص. هذا الامر مصر بتلعب فيه دور مهم وحيوي في كونها بتتبنى وجهه النظر القبرصيه في الدفاع عن مكتسباتها ومستحقاها من الاراضي المحتله بشكل من الاراضي التركيه، من خلال تواجدها في محافل دوليه مختلفه. ايضا بتتبنى قبرص موقف مصر في الاتحاد الاوروبي، انت تعلم ان قبرص منضمه للاتحاد الاوروبي من العام 2004. الرئيس القبرصي نيكوسا ميتسوتاكيس كان اول رئيس يزور مصر عقب ثوره المصريين في 30 يونيو، وده مثل دعم اوروبي كبير جدا جدا بالنسبه لمصر. كان في زياره سبقتها ولكن كان رئيس وزراء ايطاليا، لكن كرئيس دوله اوروبيه كان اول رئيس هو رئيس القبرصي. ده يدل في حدود علاقات مصريه استاذ محسن معلش هنقف عند النقطه دي، ولكن كان طب خليني بس اكمل فكرة. اتفضل. اكمل فكرة. يعني العلاقات قديمه زي ما بقول لك من بالظبط. بالامس كان السيد الرئيس بمجرد دخوله لقصر الرئاسه القبرصي كان وضع اثنين من الظهور على رمز مكريوس الثالث، هو اول رئيس قبرصي، وكان علاقته قويه جدا جدا بالزعيم الراحل جمال عبد الناصر. وعايز اقول لك على نفس الشكل مع اختلاف الزمان، السيد الرئيس امبارح في المنتدى العمال المصري القبرصي اللي اول مره يعقد على هامش الزياره، ما في مره يتحدث فيها رئيس القبرصي او رئيس سيسي الا لما تطلق اسم السيد الرئيس تطلق كلمته الرئيس والاخ والصديق. يعني عايز اقول لحضرتك هو تقريبا ما كانش وزع على الهواء، ولكن احنا حضرناه طبعا كل كلمه ليه بيسكت فيها كلمه رئيس سيسي رئيس القبرصي بيقول السيد الرئيس والاخ والصديق عبد الفتاح السيسي. كل هذه الامور ستنعكس بشكل اكبر ايجابيا خلال المرحله المقبله على الصعيدين السياسي والاقتصادي. طيب اسال خلاص؟ اتفضلي. تمام. طيب احنا طبعا مش جديد خالص العلاقات ما بين طبعا مصر وقبرص واليونان، ولكن هل بتعتقد انه الزياره دي او القمه اللي هتتعمل النهارده او هذا التعاون ما بين مصر وقبرص برضه هو رد على سياسه تركيا تجاه مصر؟ يعني اعتقد ان السياسه وعالم السياسه الخارجيه تحديدا بيبقى اشكال ناعمه، مش بالشكل الواضح الصريح اللي هو ان مصر بتعمل علاقات مع قبرص عشان سوريا. انا اسف في الكلمه اللي اقولها بالشكل المصري، بنطلع لساننا التركي مش بالشكل ده، ولكن طبعا مفهوم منها ان التقارب المصري القبرصي بالتاكيد عامل ازعاج كبير جدا للجانب التركي. انا بيتهيألي وان كان هذا الربط قد يفضل الصح او الخطا،
ان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بقاله فتره كبيره متوقف عن الصفحات اللي كان بيهاجم فيها مصر ورئيس مصر، صحيح. لانه عارف ان مصر لو افتتحت الخريطه او فتحت الخريطه وحد بتضايق يعني احنا التقارب مصر القبرص اليوناني عامل ازعاج كبير جدا طبعا. جدا بقول لان اصلا العلاقه بينهم كانت متوتره كده كده. طب ولما تيجي كمان نتكلم على تصريح الرئيس القبرصي امس الاول بيقول ان هذا التحالف الثلاثي قد يشمل رباعي اوتوماتي وممكن يضم ايطاليا ويضم. انا كنت عايزه اسال حضرتك استاذ محسن، يعني انت تقديرك يشمل رباعي وخماسي انضمام دول ايه تاني؟ ايطاليا وايه؟ ايطاليا الاثنين، بس هو احنا عندنا رفض طبعا ان اسرائيل تبقى من ضمن دول الزوار في هذا التحالف الصف المتوسط. طبعا اكيد اعتقد يعني بالتالي هيبقى في رفض او تحفظ على هذا الامر بشكل كبير، ولكن يعني التصريح ما خرجش من الجانب المصري الرسمي، خرج من جانب الرئيس القبرصي. هذا الكلام قد يثور النقاش حوله، صحيح. تم الثلاثيه اليوم المغلقه اللي بتناقش ملفات مختلفه. عايز اقول لك هم دايما الاعلانات الاربعه السابقه كانت بتتكلم على مناقشه قضايا المنطقه من قبل الزعماء الثلاثه وتضع روشته حل واستراتيجيه. طب استاذ محسن ننتقل لجانب اخر. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا يعني عايز افهم الكلام او المعلومه اللي بقولها. الاعلانات القاهره لخوت في اثينا كانت بتناقش اوضاع كان فيها توتر في ازمات في بعض الدول. هضرب لحضرتك مثال، ليبيا ما كانش فيه ترتيب اوضاع كاليوم، فلسطين ما كانش فيه ترتيب اوضاع كاليوم، ايضا سوريا. مصر كان ليها دور قوي في ترتيب البيت الداخلي الليبي ولا زالت بتقوم على هذا الامر في فلسطين وحكومه الوفاق. كل هذا الامر هينعكس النهارده من كلام السيد الرئيس هذا الاعلام ان مصر قامت بهذا الدور الكبير. ويخرج عن الاعلام بقى تطور لحل ازمات بعض الدول اللي بتواجه مشكلات كلبنان وغيرها في خلال المحاضره، او ما هو المستهدف او التارجت بتاع الزعماء الثلاثه اللي موجودين. فاذا مصر بتتحدث النهارده في الاعلان الخامس، اكيد حضرتك هتتابعي وتشوفي ان اللغه مختلفه عن الاعلان الاول والثاني والثالث والرابع، لان كانت هناك امور فيها ازمات. النهارده عندنا معطيات اكثر واهم، دورنا في المناخ الليبي ودورنا في المناخ الفلسطيني والسوري وغيرها من الادوار اللي مصر بتلعبها في الاقليم كله بشكل كبير. صحيح، وزي ما قلنا ان مصر هي ثقل اقليمي على مستوى الشرق الاوسط كله. استاذ محسن خليني اسال حضرتك برضو، الرئيس النهارده الساعه 5 هيلتقي سعد الحريري، يعني ايه اللي ممكن يناقش في هذا اللقاء او هذا الاجتماع؟ ان شاء الله النهارده في قصر الاتحاديه فور عوده السيد الرئيس، يعني هيغادر العاصمه الوسام الثالثه في الرابعه اصلا. مفترض اللقاء في الخامسه او الخامسه ونص او الثالثه على اصل تقدير الاتحاديه. هذا اللقاء هام جدا بعد لقاء الجامعه بين الحريري وبين ايمانويل ماكرون في الاليزي قبل يومين، واكيد هيبقى في زي ما بنقول كده بحسب ترتيب الاوضاع وما هو قادم خلال المرحله المقبله من خلال مصر ورئيس مصر، لان هذا الامر مهم جدا في بيحمل فطياته الكثير من المعاني. انه لما يكون في زياره هتشمل مصر والكويت وبعض الدول العربيه يقوم بها رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري، وتبدا من مصر بعد استضافته في الإليزي على اعتبار انها الدوله الاكبر عربيا، ده بيحمل دلالات كثيره. اعتقد انه يعني قد يشهد حلول للازمه، ما اعتقدش انه ممكن يعبر عن استقالته او انه يرجع ثاني لمنصبه، ولكن يعني هتشهد تهدئه. انت عارفه دايما سياسه مصر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي دايما بننتهج ثقافة القبول الآخر والهدوء وعدم التعامل بشكل فيه تعجل أو خطأ في حق الآخر. سياستنا محترمة زي ما السيد الرئيس قال قبل كده أكثر من مرة في أكثر من محفل، بنتعامل في بسياسة شرف في زمن يعني عز فيه الشرف. أعتقد أن هذا الأمر يعني منعكس تماما على السياسة الخارجية المصرية خاصة الدولية منها. أستاذ محسن إحنا طبعا بنعتذر على المقاطعة، بس إحنا عندنا شغف طبعا إن إحنا نعرف كل الأخبار، فعشان كده أعذرنا يعني. بنشكرك شكرا جزيلا. أنا سعيد بيكم وأنتم بسعد نكون معاكم مع كل مستمعي صباح الورد في قناة تاني. ربنا يخليك، ميرسي قوي، نورتنا، بنشكرك. شكرا جزيلا استاذ محسن سميكة، صحفي متخصص في شؤون رئاسة الجمهورية.